بكده ممكن نطلع لمداخله مهمه الكابتن يحيى يوسف المدرب العام لفريق كره اليد للنادي الاهلي. كابتن يحيى مساء الخير. النور كابتن خالد. يعني بص احداث كتيره وسريعه، لكن خلينا نتكلم على المباراتين اللي هما بكره ان شاء الله نادي الجزيره وبعده نادي اصحاب الجياد، ونادي الجزيره لسه فايز على نادي الزمالك قريبا، فاعتقد المباراه مهمه، مباراه قويه، مباراه اعتقد مش من جانب واحد، مباراه داخل ارض الملعب. طبعا مباراه الجزيره طبعا مباراه مهمه جدا، او المفروض كمان كل المباريات اللي جايه، الاربع مباريات اللي جايه دي كانت الجزيره واصحاب الجياد وسبورتنج الزمالك بالتوالي كده مهمين جدا بالنسبه لنا، بحيث ان نحسم الدور الاولاني ده ان شاء الله بكل مشاكل كويسه. ماتش الجزيره طبعا ماتش مهم جدا بالنسبه لنا ومحضرين كويس جدا ليه، وكانت محاضرات وكان الشغل كان بيستعمل اللي في الملعب، عملناه كويس بشغل كويس النهارده ونهينا النهارده لتراي الماتش بتاعنا بحيث ان احنا نجهز لماتش بكره ان شاء الله. كابتن يحيى محضرين ايه الاسبوع اللي جاي؟ خلاص عندنا مباراتين بعد كده داخلين على المباراه المهمه المرتقبه بين الاهلي والزمالك. الاستعدادات لمباراه الاهلي والزمالك. بص يا كابتن خالد بامانه احنا لغايه دلوقتي ما اتكلمناش على ماتش الزمالك ولا ماتش سبورتنج خالص لغايه دلوقتي. تمام. احنا واخدين كل ماتش على حده بالنسبه لنا، وكل اسبوع عندنا مباراتين بنتكلم في المباراتين اللي هم شغالين في ده. تمام. بعد ما نخلص ان شاء الله ماتش الجزيره بكره ويوم الجمعه ماتش اصحاب الجياد ان شاء الله نبدا نحضر يوم الاحد اول تمرين، بعد الراحه ان شاء الله يبقى يوم السبت نحضر نتكلم بقى على ماتش سبورتنج وماتش الزمالك والحاجات اللي احنا هنشتغل عليها في الاسبوع، اما احنا ما نفكرش في حاجه قبل حاجه، هي دي نقطه مهمه جدا انا عشان ما افكرش. كلامك مظبوط. ماتش مهم بكره طبعا. كلامك مظبوط، يبقى خلينا نتبع الاسلوب ونفضل ماشيين مع حضرتك على كلامك، ان شاء الله اليوم الاثنين الجاي برضو نعمل مداخله مع حضرتك وتقول لنا اخر اخبار والاستعدادات، لكن خلينا نقول طمنا على الفريق والاحوال والاصابات لفريق كره اليد بالنادي الاهلي. الحمد لله احنا مكتملين صفوف دلوقتي بعد ما عاصف يوسف معرف بيحضر التمرين بقاله 3 ايام، كان عنده اصابه في الكاحل في رجليه، ودلوقتي اتنقل الشفاء بنسبه 85% ونزل التمرينات. الحمد لله ما عندناش ولا اصابات الحمد لله، وجاهزين للمباراتين دولت اللي بكره وبعده ان شاء الله. الفريق ماشي كويس الحمد لله، كان في طبعا عندنا 7 في المنتخب الاول متجمعين بيروحوا الحد والاثنين مع المنتخب تجميعة، وبعد كده جبنا الحمد لله الثلاث والاربع اشتغلنا معهم على الشغل اللي احنا نشتغله ان شاء الله في مواقف الجزيره واصحاب الجيب بالنسبه لهم يعني. اما الفريق الحمد لله ان احنا نفسيه كويسه جدا، الحافز بين الجهاز الفني واللاعبين حاجه كويسه جدا بصراحه، وكلنا عندنا حافز ان احنا ان شاء الله ننهي الاربع مواقف الجايين دولت بفوز، وفوز عشان يطمئن الجمهور واعضاء النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن يحيى يوسف شكرا جزيلا على المداخله، وفعلا كابتن يحيى اللي حاجه